انه ناخد راي محايد لواحد من الخبراء في مجال كره القدم واهم الصحفيين والنقاد الرياضيين الكابتن شوقي حامد. مساء الورد يا كابتن شوقي. مساء الخير كابتن تامر، واهلا بيك ومشاهدينك، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم باذن الله. انت دايما عند حسن الظن يا شوقي بيه. اهلا وسهلا بيك تامر بيه. تسلم يا ريس. من غير مقدمات، انتقال رمضان صبحي الى اي نادي وفكره تركه للنادي الاهلي من اجل الفلوس، حضرتك تشرح لنا ده هو ده الاحتراف؟ هو ده فكره الانتقال الحر؟ هو في رايين، في راي للاغلبيه والراي العام الاهلاوي الاحمر بيقول ان ده دي خيانه للامانه، انقلاب على البيت اللي رباه، يعني شيء غير مقبول ولا معقول، والناس لغايه دلوقتي يعني منبهره بان هذا يحدث. من لاعب ابن النادي زي ما حضرتك قلت وسمعت انا، اتربى فيه، اترعرع عليه، يعني الاكثر كمان انه ينتمي الى عائله اهلاويه، يعني ايه، مخلصه ومتمرسه ولها تاريخ في النادي، لان هو مش بينتمي لعيلته الاساسيه دلوقتي، بينتمي لعيله اكرامي صح الشحات. واكرامي ده يعني عنصر اهلاوي كبير جدا، وفي نفس الوقت نفس اكرامي الكبير بيقول ان رمضان يسير على خطى ابنه شريف ويأتمر بامره وياخد بنصيحته بمشورته. ده الراي الاولاني. الراي الثاني بيقول الفلوس هي اللي تتكلم، الماديات هي الاساس. الاحتراف قواعده اتغيرت، وان اي لاعب لازم يبص لمستقبله المادي ويأمن مادياته. يأمن مادياته ويأمن مستقبله المادي في العروض والطروحات الاكبر والاغنى والاعلى. بس يا كابتن شوقي، فكره التأمين دي فكره اصلها نسبيه. يعني الكلام ده لو انت بتتعرض لضائقه ماليه، النادي عرض عليك، النادي عرض عليك رقم قليل قوي قوي قوي، لكن انت بتتكلم على ان الرقم اللي عرضه الاهلي على رمضان ما اتعرضش على حد قبل كده. على فكره كابتن تامر، ايوه انت بتتكلم كلام برضو في يعني في نزاهه قوي. لا، كل مليم زياده بيغري البني ادم حسب طاقته، حسب تحمله. يبقى هنا برافو عليك، يبقى هنا مش تامين بقى المزدحم، احنا بنتكلم هنا على، مش عايز اقول طمع، تزويد، على 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 تزويد، على البحر إضافة. يحب الزياده، البحر يحبه. ودايما على فكره الغني هو اللي بينظر الى الماديات، الفقير بينظر الى المعنويات وينظر الى المبدئيات. لا لا يا كابتن شاوي، اسمح لي اختلف معك، مش الفقير، الراضي، القانع، الانسان. برافو عليك، الانسان القانع الراضي. دلوقتي يا كابتن تامر، الفقير هو اللي بيتمسك بالاخلاقيات. صحيح، لان الاخلاقيات الحق دلوقتي يا كابتن تامر بتفرق. ايوه الاخلاق يعني بيتقال في حديث القابض على الدين والقابض على الجمر. صحيح، انت اقبض على المبادئ، على الخلفيات، على المثل، على المبدئيات، هتلاقي نفسك مش يعني انت غريب في هذه الساحه. عموما عشان نتكلم، انت قلت لي، انت قلت في الكلام اللي انا سمعته ان انت كعنصر اهلاوي او كعنصر مبدئي ترفض هذا الكلام، وانا ارفضه. وانا كتبت حتى لسه كنت بكتب للكرة والملاعب، ما بقول بين التهوين والتخوين. بين التهوين والتخوين، كل المخلصين للاهلي مش مصدقين ان ابن النادي اللي تربى فيه، صح، اللي ينتمي لعائلة اهلاوية 100%، اللي بياخد مشورته من شريف اكرامي والاثنين بيوجههم الكابتن اكرامي الكبير، مش مصدقين ان ده يحصل منه. صح، لكن حصل. وعلى فكره الممكن يبقى مكان بيراميدز الزمالك، وممكن يبقى الموضوع خلاص مش فارق هو رايح فين. والكلام ده برضو مش جديد، لسه كنا بالامس في مشكله او في نفس القضيه مع عبد الله السعيد. صح، وكنا زي ما حضرتك قلت مع رضا عبد العال وجمال عبد الحميد والافات
من الامثله. صحيح. خاص او بلاش الافات، عشرات عشرات. الواقع يا كابتن تامر ان حاليا الامور اختلفت عن زمان. يعني لما رضا عبد الاهل اتنقل من الزمالك للاهلي وما عملش غير ماتش واحد انا حضرته في كفر الشيخ، وجاب جول شيبين الكوم، جمهوريه شيبين، في نادي جمهوريه شيبين. جمهوريه شيبين صح، جاب جول بشماله في الزاويه اليمين للحارس المرمى، وكانت هو ده الجول الوحيد اللي عمله، وكانت قلشه كمان، وكانت قلشه يا فندم، وكانت قلشه ما عملش بعد كده حاجه. الدنيا اتقلبت لما جمال حميد اتنقل من الاهلي، لان هو في ثوره انتوا الاهلي ظلموه ونبغ وتالق وبقى في المنتخب لمده 10 سنين، برضو الدنيا كانت اتقلبت على بتوع الاهلي. عموما انا عايز اقول حاليا بقى، لا حاليا ابجني تجدني. ايوه. لا تقول لي بقى انتماء ولا انا بص يا كابتن شوقي، وانا ده انا مبدئي بعد ان انا قلت للناس ان احنا مصدومين، وانه كتير من الاهلاويه شايفين ان دي خيانه للعهد والوعد والتربيه وكذا. وهي خيانه، بس خد بالك يعني هي خيانه معنويه، عشان برضو نبقى كلامنا هي خناقه واقعيه. بقى انا اتربى في بيت واتعلم عليه وامشي على ضربه واحمل مبادئه، وبعدين في لحظه حد يشاور لي بقرشين اجري وراهم؟ هي قرشين عيل ينزلوا. انا عاجبني كلام ميدو بيقول لك ايه، الاهلي مش هيقف على رمضان صبحي. وعلى فكره رمضان صبحي مش هيدي بعد كده في حياته خلاص. احنا عرفنا كده تركيزه فين. اهتز نفسيا صح، واتكشف قدام الناس. حتى يعني انا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا اتصور ان حتى اهل بيته مش هيثقوا فيه، مش هيحترموه. معلش اسف في التعبير، انا لما اهل بيتي. انت قصدك ان قصدك اذا كان انا ماليش خير في النادي اللي رباني يبقى مش هيبقى ليا خير في حد. انا اي حد هيشاور لي الماديات هجري وراه. بس بص يا كابتن شاو برضو، علشان يعني انت عارف يعني انا مش عايز ازود قوي في اعلاني اهلويتي وان انا اصبغ البرنامج باللون الاحمر قوي يعني، وانا متفق معاك انها خيانه، بس على الاقل انا مسميها خيانه معنويه للفضل وللتربيه وللعهد اللي عمله مع النادي الاهلي واولاده وكذا. لكن انا معترف ان السوق الحر والاحتراف في زمن الانتقالات الحره والفلوس وكذا هي المسيطره، بس ما يضحكوش علينا بعد كده بقى يا كابتن شوقي، ما يقعدوش يمثلوا ما يقعدوش يلعبوا على المشاعر الرخيصه للجماهير علشان يكسبوا من وراها فلوس اكتر، في حين الجماهير بتنخدع في التمثيليات بتاعتهم. اولا دعني اقول لحضرتك، ليس عيبا ان تكون اهلاويا او اكون اهلاويا. ايوه. العيب ان اكون متعصبا. صح. انت النهارده اديني مباراه للاهلي والزمالك وكنت دائما ما اطلع في تغطية مباريات الاهلي والزمالك معا، لان انا كنت بلتزم الحياد. صح. بل بالعكس انا في بعض يعني الرأي العام يقول لي ايه، خف على الاهلي شوية. صح. لان انا برضو بقول الحق ولو على اهلي. مظبوط. فليس عيبا ان نكون متعاطفين او منتمين. صح. الانتماء جميل، لان كلنا مثلا بننتمي لمصر، محدش قال لك ان عيب ان انت تنتمي لمصر. صح. كلنا بننتمي للعرب، محدش قال ان عيب ننتمي للعرب. العيب ان انا اكون متعصب، اكون متشدد، اكون متواطئ، ده العيب نمرة واحد. نمرة اتنين، الحقيقة ان الـ رمضان صبحي جنايته افدح، او بلاش جنايته، ما اقترفوا تجاه الاهلي اسوأ. طب ما شريف اكرامي قدام الخلق كلها قال لك انا عايز العب، وانا في الوجود الشناوي مش هلعب، انا هروح البيراميدز. صح. خلاص، هو الدنيا ما قامتش عليه زي ما قامت على رمضان اطلاقا. صح. هو عايز يلعب، ايه المانع انه يلعب ويأمن مسيرته الكرويه الفنيه؟ صح. انما الاخ رمضان مش عايز يلعب، لان هو بيلعب ده الاهلي معتمد عليه، والاهلي لو هو عنده ذره اخلاص للاهلي زي ما الاهلي محتاجه هو يضحي شويه بالنسبه للاهلي، انما هو ما عندوش القدره لا على التضحيه، ولا يعلم معنى الانتماء، ولا يشرفه ان يظل محتفظا بانتمائه وانتسابه لقلعه كبيره
عملته وربته وخلقت اسمه بعد ده كلام محترم. شكرا جزيلا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ شوقي حامد على هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة.